هيئة الصحة بدبي بتجهيز 5 عيادات طبية مع نقطتين إسعافات أولية و56 طاقم طبي لتغطية فعاليات كأس دبي العالمي للخيول 2017. طبعا كأس دبي العالمي للخيول من أكبر الفعاليات على مستوى العالم وعلى مستوى إمارة دبي. طبعا هيئة الصحة بدبي تزود العيادات بأفضل الأجهزة والمعدات الطبية لإنجاح الحدث وتقديم أفضل خدمة للزوار.